فكده بعديها وقت قعد عليها وقت كبير جدا،
praticamente quelle più che si piaceranno, il baracchino, il treno, qui di bene, ai braccio, come nel cibo, nel piccolo, unifico, senza freno, in barra, che si sia portato qua. Capite che sono io che mi sono dato a loro, non mi capite, ma mi piace, 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 e gli altri interrate con la testa qua va le faccio sentire io che non so corpo a freddo la testa fuori c'è da un tutto il tuo ma hai che se ne tende un stati di tre insomma e le faccio un altro che fanno un posto dai di Thank you.
الأرض عبارة الأرض كروية أو مش كروية أوي يعني مسطحة شوية، بتتكون من ثلاث أجزاء رئيسية، الكور بتاع الأرض اللي هو قلب الأرض. فاكرين أكيد كلكم عدت عليكم كان في قصة
الطقس ومن المكون الاساسي للسحور للطقس الصغيره اللي احنا كنا بنتكلم عليها دي. حاجه صغيره ميرر جنب ميرر جنب ميرر بتديني الصف الكامل او الصوره الكامله او الميه الكامله او كل العصور الفيزيائيه اللي كنا بنتكلم عليها. طب ايه الفرق بين الميرر والصوره والطقس؟ الميرر هو العصر الاساسي مكون ليه الصخور الكبيره او الصور او الناس الرقص او الاتحاد الشاسعه من الصخور بتجيني الصويل هي ويندر ميدرز. يعني ايه ويندر ميدرز؟ يعني شويه ميدرز اتكونوا مع بعض تعرضوا الشمس وحراره ومطره شالتهم من مكان تاني ودي تسمى التعريه. الرأس هي المينرالز مش في الشكل بتاعها الطبيعي اللي هي مجموعة من المينرالز في الشكل الانتك بتاعها الكويس السوليد اللي محصلهاش ولا جديد. فأنا عندي المينرال ده مكون أساسي لأي صخر أو صويل. الصويل هي شوية مينرالز حصل لها مجموعة مع بعض حصل لهم ويدري تكونوا حاجة اسمها صويل ودي بتبقى مكوناتها صغيرة كمادة مكوناتها صغيرة بالضبط. والجو هو شويه مينرالز متكونين مع بعض فحالتهم بتغير كمان ما حصلهاش ولا فرق ما بين ان انا ايه الصوت وايه الجو في التعامل بتاعي انا في سيدي انا بتكلم في حاله الجو. انا لما اجي ابدا على خط النيل على خط النيل اللي احنا بنتكلم فيه غير لما اروح اعمل فيه التربه الطينيه والصخريه هي مش تربه صخريه هو وسط صخري. يعني التربه دي هي الصويل اللي هي فرعه الماتيريال اللي هو بتبقى سند ورمله وزلط وطين. دي بتبقى حاجه هشه جدا ان هي بتتحمل ضغط. الصخور بتتحمل اكتر من الصويل بس لازم اعرف برضه خصائصها ولازم اعرف ايه اللي بتتكوني منين وايه اللي بتتحمل قد ايه عن الصويل. فالمشاكل كلها اللي بتحصل في الانشاء دلوقتي لما خط النيل اتملى بالمباني احنا شغلنا خط النيل خلاص وبنينا عمليه وكل حاجه وكل الصويل دي اتغطت. لما بدات نخرج ونقابل الرب في الاماكن اللي هي البعيده شويه اللي هي اكتوبر زايد حلال اهرام المقطم الحته دي كلها بيبنوا على صخر. هنا بدات المشكله تقابل الناس عشان عدم فهمهم لطبيعه السكون او عدم فهمهم للوسط في الوسط بيتعاملوا معاه. فلازم تتكلم على ميجابيتس مكونه الصويل وراك. الصويل هو ويلر ميجرز والرط هو فريش ميجرز وحلق. الميجرز دي المكونه للصويل او المكونه للصخر للتربه او الصخر بتميزها شويه عناصر فيزيائيه منها هنقول دلوقتي اللون. ايه الفرق مثلا ما بين الضوء اللي احنا عايزين فيه الماضي ده وما بين الدخان الطبيعي اللي بياخد من الارض اللي لونه ابيض؟ الاثنين ممكن يكون ليهم نفس الكيميكال كومبوزيشن ممكن يكون ليهم نفس العناصر الكيميائيه المكونه ليهم بس في فرق بيفرقهم هو لون المينرال المكون واحد من المينرالز المكونه ليهم هو لون مختلف عن التاني. فاحد العناصر اللي كمان بتميز منها مينرال عن التاني هي اللون. تاني حاجه السلك او النقش. ايه هو النقش؟ انك انت تجيب العنصر او الصخر اللي فينا ده وتتحمل بكره وتشوف لونه بعد ما يتحمل يبقى شكله عامل ازاي؟ هيبقى لونه عامل ايه؟ في حاجات بعد ما تتحمل لونه بيفضل زي ما هو
الصلصلات هي تحول المادة اللي معاه أو المادة المكون للمادة دي للخشب. الفرق بين الألماس وبين الطباشير اللي بنكتب بيها. لا مثال أحسن، الفرق بين الألماس وبين الفحم، الاثنين بيكونوا الكربون، الاثنين العنصر المكون ليهم هو الكربون، السي هو الكربون. واحد اللي يميزهم هو الصلابة، اللي الفحم ممكن أي حاجة تخدشه ويتكسر أو مسكه في أخوه، إنما المجرى بتاعه لا، هو بيقدر يخدش أي حاجة وبيقدر هو أن يعلم في أي حاجة وبيقدر هو أكثر بيه، وعشان كده هو أغلى من الفحم. فمن احد الحاجات اللي بتميز بينها غير العلاقتين او الايتم عن التاني هي المركز بتاع الميدال بتاعي، المركز بتاع الماده المكونه. في هنا واحد قال اسمه مولز، مولز سكيل ده حط سكيل من 1 ل 10 عشان يبين فيه الريلاتيف هاردنس بتاع الميدالز. فقال مثلا ان اصغر حاجه هي الثلج، قدر الثلج، قدر الثلج، اصغر حاجه هي الثلج هي المركز بتاعي حوالي. بعد كده بيطلع للجبس المركز بتاعه 2، وبعد كده يبدا يعمل الكوارتز مثلا المركز بتاعته 7، اعلى حاجه هي الدايموند المركز بتاعته 10. فهو السكيل ده هو حتى ريلاتيف هاردنس للمينرالز المكونه للصخور او للعناصر المكونه في الصخور الصلب. رابع حاجه هي الكليفج او الكسر. ايه هو الكليفج او الكسر؟ هي عدد الاوجه اللي بيتكسر عليها العنصر المفيد. بمعنى ايه؟ شفتوا قبل كده قطعه الفحم، قطعه الفحم وقسمتوها وبتتقسم على سطحين مختلفين. ده بيسمى ان العنصر ده بيتكسر على سطح واحد. في بعض العناصر لما تيجي تحطها بتتكسر على سطحين، واحد فاكر واحد فاكر، وفي بعضها بيتكسر على ثلاث اوجه او ثلاث اتجاهات. فالكسر هو من احد الحالات، لو انت مثلا اللون واحد، لون في اثنين مختلفين يعني حاجتين مختلفين، لونهم واحد والسيرك بتاعهم واحد وحتى الهندس بتاعهم واحد، كسرتهم لقيت واحد بتتكسر على وجه واحد وواحد بتتكسر على ثلاث اوجه، فبتعرف منها الفرق في الماده المكونه للماده اللي انت بتتعامل معاها. اكيد عدى على فكره، اكيد الفرق بين الريشيو ما بين الرو بتاعت الماتيريال على الرو بتاعت الميه. هي دي حاجه من احد الحاجات اللي تميزني عنصر ليبرال عن الثاني. فالاستاذ الجرافيك مثلا بتاع عنصر اسمه الكوارتز 2.65 والبرايت 2.45، وايد من الاثنين ممكن يكونوا ليهم عناصر ثانيه في الشغل. فالاستاذ الجرافيك هو احد الحاجات اللي بميز فيها السطور عن بعضها او الليبرز عن بعضها. رقم 6 هي الريحه، بس ده مش دايما بارد. ريحه المينرال او الصخر اللي انت ماسكه مثلا في تربه، لو مسكتش في التربه تقصي في اي مكان وشميت ريحه غير ريحه صخر معين، بيبقى ريحته مختلفه، التكوينات بتاعتها مختلفه. بس في حاجات اكستريم جدا ممتازه جدا اللي هي زي ريحه، فاكرين المعمل اللي كنا بنعمله في اعدادي، اللي كنا بنحرق التسليم
الحفلة بتاعته حرارة أعلى فيحصل ملتي بيسيح خالص فيتحول
Thank you.
Gracias.
الأهمية الهندسية للسطور. فاحنا عندنا ثلاث سطور، إيدياس متوافق، إيدياس اللي متوافق، والإيدياس هو الأقوى، سيدنات اللي متوافق هو اللي بعده، سيدنات اللي هو أقل.